هذا هو الوجه الجديد لمركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء. 8 أشهر من الأشغال غيرت الكثير من ملامح هذه المعلمة التاريخية في المشهد الرياضي المغربي. فأين وصلت أشغال إعادة تأهيل الملعب؟ بالنسبة للشطر الأول ديال الأشغال فممكن نعتبره أننا وصلنا 75%. اللي باقي من هنا لآخر السنة إن شاء الله اللي هو موعد انتهاء الأشغال هما تثبيت اللوحتين ديال اللي يكونوا في الملعب وكذلك ما يتعلق بالولوج إلى الملعب دونك لي انستالاسيون ديال لي تورنيكي ولي كاميرا. منذ العام 1983 تاريخ تنظيم دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط لم يشهد الملعب إصلاحا جذريا، ففي الكثير من المرات كان الملعب يغلق على فترات متقطعة من أجل إصلاحات كانت في مجملها ترقيعية. الأمر هذه المرة حسب المشرفين على المشروع سيكون مختلفا، فالإصلاح هو البنيان الإسمنتي للملعب ومستودعات الملابس وأماكن جلوس اللاعبين الاحتياطيين، إضافة إلى تثبيت كراسي جديدة وتجهيزات تؤمن ولوجا آمنة للملعب ومراقبة إلكترونية، علما أن المنشأة ستزود بشاشتين إلكترونيتين وكاميرات مراقبة في مختلف الجوانب. أشغال إعادة التهيئة لم تخلو من مشاكل. بالنسبة للأشغال كان الأساس باش خدينا هاد 4 شهور اللي دابا خلقوا المشاكل هي داك الوقوف اللي كان اضطراري في الوقت في دول سنة تدخل ديال رؤساء الناديين اللي كانوا طلبوا منا الافتتاح إعادة الافتتاح، فخدينا 4 شهور اللي وقفنا فيها الأشغال. هاد 4 شهور كان عندها انعكاس على الجدول ديالنا، فكنا عادي نساليو في سبتمبر 2016، فإذا به كان خصنا ولا بدا لأن كاين دي طون كومبريسيب. والمشكل الكبير اللي كان في هذا الملعب هو ما يخص لا ستركتور بيتون، كان ولا بدا تكون إعادة النظر داك لا ستركتور لا ريبريز ديالها ككل وكذلك ليتونشيتي باش تكون لا ستابيليتي ديال هذا لو باتيمون. فريق العاصمة الاقتصادية كان أول من تضرر من هذه الإصلاحات، الوداد والرجاء اللذين اعتادا على استعمال الملعب في مباريات هما وجد نفسهما مضطرين للبحث عن حلول خارج المدينة. لفت بأن الكومبلكس من محمد ساكن ما بقاش خدام، تنضيعوا من الناحية المادية هذه من جهة، من جهة أخرى ماشي غير كنضيعوا تنخسروا، تنضيعوا وكنخسروا، يعني كون كنا غير كنضيعوا ما كندخلوش مثلا 60,000 وتندخلوا 10,000 راه غادي نضيعوا. ما حنا دابا مشينا لأكادير على سبيل المثال في المقابلة الأولى مع نادي القنيطري خسرنا 25 مليون دخلنا 8 مليون، مشينا هذه المرة دخلنا 6 مليون خسرنا تقريبا 25 مليون، فماشي غير ما كتدخلش كتخسر. بغض النظر على الضرر المادي بحال أي فريق لأن يعد جمهور فريق الوداد أو لا بغيتي نعمو نقولو جمهور ديال الدار البيضاء هو مورد ديال المسائل المادية بالدرجة الأولى. إلا بغيت تتكلم على المسائل المعنوية كنتكلموا على المؤازرة ديال الفريق، لأن إلا آمنا بأن الوداد ضاعت ليه البطولة ما بين يديه راه المؤازرة ديال الجمهور فريق الوداد حتى هو كان من العوامل الناقصة التي أثرت سلبا على أداء الفريق. الوداد وجد ضالته في ملعب الفتح باب الرواح بالرباط، بين أن الرجاء متاعبه كانت أكثر لأنه اضطر إلى استقبال مبارياته على مسافة لا تقل عن 500 كيلومتر. راه ولا اللاعب تيلعب ديما ديبلاسمون، فين كنستقبلوا حنا دابا؟ مع العلم أننا في الأول ديال الموسم قلنا حتى الجامعة كتعمر داك لو بولتان ديال باش كتنخرط الجامعة، تيطلبوا منك الملعب، ديري لهم حنا ملعب محمد الخامس، هاد الحساب خصنا نديروا لهم إكس. حنا كنقولوا الله يجازيهم بخير، ولكن انا الاول ايضا كما قال السيد رئيس الجمع العام الاخير انه اقتناء بقعه ارضيه، لانني مشيت انا شخصيا بالتجربه المتواضعه ولعبنا مع مازيمبي في الكونغو وشفنا واحد الملعب الذي يسع فقط ل 20,000. بركه عندنا من هذا الحلم ديال اننا دائما مشروع كبير اللي كيجيو به 100,000 و 120,000 نديرهم مركبات صغيره. الرجاء والوداد سيكون عليهما الان الانتظار الى غايه نهايه يناير القادم للعوده الى هذه المعلمه التاريخيه.